لا ينظر نظرة احتقار لأحد ممن هو في المسجد، فوالله لا يدري من هو أقرب منهم إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل سقط كلبا فغفر الله لها. الآن أيها المبارك، هذه المرأة عند بني إسرائيل، عند من يعرفها، من هي؟ بغي، وهي عند الله مغفور لها. فربما نظر إليها رجل وهو صادق في نظرته لأن له الظاهر، فتعامل معها على أنها بغي مطرودة منبوذة، وهي عند الله مغفور لها. فكذلك من يستشعر هذا بحق إذا دخل المسجد يعلم أن هؤلاء كلهم عبيد لله، وأنه واحد منهم، وأن الأقدام لن تمشي إلى شيء أعظم، لن تمشي إلى شيء أعظم من بيوت الله. فإذا أدخلك الله بيته فأر الله جل وعلا منك ما يحب، ولا يريد الله من الخلق إلا أن تنكسر قلوبهم له.